السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متابعينا الكرام يا رب تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. موعد مباراة الجزائر وأوغندا في تصفيات كأس الأمم الأفريقية، لا تنسوا الاشتراك ولايك وشير للفيديو وإليكم التفاصيل. يلعب منتخب الجزائر ضمن المجموعة الثالثة من تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2023، وتضم أيضا منتخبات أوغندا وتنزانيا ونيجيريا، ويسعى الخضر بقيادة مدربهم جمال بالماضي للتربع على عرش الصدارة المجموعة وتأهل البطولة القارية التي توج بها المنتخب الجزائري في عام 2019. تقام المباراة على ملعب 5 جويلية الأولمبي، والتي تقام مساء يوم السبت القادم الموافق 4 يونيو 2022 الساعة 8 بتوقيت الجزائر والتاسعة بتوقيت مصر. أتمنى طبعا الفوز للخضر، المنتخب الجزائري إن شاء الله الفوز. ولا تنسوا الاشتراك، والسلام عليكم.